السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم الجزء الأول من الفصل الثاني اللي هو The Evolution of the Management، اللي هي الـ Historical Foundation of Management، مراحل تطور الإدارة. لو رجعت أو اطلعت على كتاب تطور الفكر الإداري، تتبع فيه دانيال الإدارة منذ 5000 سنة تقريبا قبل الميلاد، عندما استخدم السومريون القدماء سجلات مكتوبة باليد لمساعدة الحكومة في أنشطتها وفي الأنشطة التجارية وما إلى ذلك. الإدارة أيضا كانت موجودة في بناء الأهرامات المصرية وظهور الإمبراطورية الرومانية والنجاح التجاري أيضا في مدينة البندقية في القرن الرابع عشر. كل هذه البيانات موجودة في كتاب تطور الفكر الإداري. ولكنه بحلول الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، ساعدت تقريبا التغيرات الاجتماعية الكبيرة على إحداث قفزة كبيرة إلى الأمام في عمليات الصناعة الأساسية، السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية وما إلى ذلك. ومن ثم تسارعت التنمية الصناعية من خلال أفكار آدم سميث للإنتاج الفعال من خلال المهام المتخصصة، تقسيم العمل وما إلى ذلك في مطلع القرن العشرين، وكذلك هنري فورد وآخرون، ونظريات الإنتاج الضخم كانت دعامة أساسية للاقتصاد الثاني. ومنذ ذلك الحين علوم وممارسات الإدارة في مسار تطور سريع ومستمر. كان هناك تطور ملحوظ من عام 1900 تقريبا إلى يومنا هذا. ظهرت نظريات أو أبروشيس وما إلى ذلك. نبدأ اللي هو بالنظرية الأولى. عندنا ثلاث أو أربع نظريات أو أبروشيس راح يتم تداولها في هذا الفصل. كلاسيكال مانجمنت أبروشيس، then the human resource school or أبروشيس، then the quantitative، and then finally the modern approaches or the modern school، مدارس الحديثة. راح نبدأ بالمدرسة الكلاسيكال سكول، نبدأ بالمدرسة الكلاسيكية. تشمل هذه المدرسة عدد من الرواد مثل فريدريك تايلر اند فايل اند ذن ذا ماكس ويبر. تايلر أصدر التايلر هو the father of the management by the way، هو اللي هو رائد أو ال pioneer of scientific management. أصدر كتاب عام 1911 شكل الأساس للإدارة العلمية، وهي عبارة عن دراسة منهجية للإدارة حولت الإدارة من الممارسات العشوائية إلى الممارسات المنظمة المنضبطة الممنهجة المعتمدة إلى أسس علمية. رح نطلع على الأسس الـ Principles of Taylor وما إلى ذلك. كمان هنري فيول the father of the administrative principle، رائد نظرية اللي هو الإدارة العامة أو المبادئ الإدارة، تطرق إلى عناصر الإدارة أيضا بعض العناصر، وتناول التقسيمات الإدارية بشكل عام. ورح نتطرق also لماكس ويبر اللي هو صاحب أو منظر المدرسة البيروقراطية البيروقراتيك أورجانيزيشن، صاحب النظرية البيروقراطية. هذه المدرسة باي ذا واي قدمت تطورات وممارسات ضخمة في علم الإدارة بما يخص الهيكلية الإدارية وما إلى ذلك، عن طريق استخدام بعض الأساليب العلمية سواء فيما يتعلق بالطاقة البشرية. قدمت أيضا للعمل الإداري مفاهيم إدارية مختلفة ذات التنظيم، التخطيط، التوجيه، الرقابة، اتخاذ القرارات، وهي وظائف يقوم بها بعض المؤسسات إلى يومنا هذا. وكانت ملامح هذه المدرسة الاهتمام في مجال تخصص العمل ووضع الكوادر المناسبة في المكان المناسب وهيكليات السلطة وما إلى ذلك. كل مدرسة من المدارس هذه كان لها إسهامات معينة، استخداماتها قائمة وموجودة إلى يومنا هذا. فلنبدأ مع فريدريك تايلور اللي هي Scientific Management، ونشوف إيش المبادئ اللي اعتمدها في تطوير المنهج اللي هي الإدارة، مناهج الإدارة العلمية.
في 1911 في 1911 قلنا فريدريك تايلور أصدر كتاب رص فيه اللي هو The Principles of Scientific Management بعض المبادئ، وكان أهم هذه المبادئ The Principle of Object of Management should be to secure maximum prosperity ازدهار أعلى نسبة ازدهار إنتاجية for the employer coupled with the maximum possibility of the employer. المبدأ الأساسي كان اللي هو الازدهار to secure maximum prosperity يعني أعلى درجة من الازدهار، تأمين أعلى درجة من الازدهار للموظف وصاحب العمل. تأمين الدرجة هذه من الازدهار اعتمدت على بعض العناصر أو بعض الوسائل اللي استخدمها فريدريك تايلور، اللي كان أولها اللي هو دراسة أفضل الطرق الفنية لأداء العمل، أداء العمل بفنية معتمدا على الجهد، كان يبحث عن تقريبا الطريقة المثلى لممارسة العمل، فكان في كل مهمة من المهمات وفي كل عمل يدرس الوقت والحركة معا ويجلس مع العاملين يسألوا إلى أي وقت تستطيع تخفيض، إلى أي مدى تستطيع تخفيض الوقت الذي تستغرقه في إنجاز هذه المهمة، فكان يشترط بعض المتطلبات وفي كل مرة يستغرق هذا النشاط يعيد ويستغرق هذا النشاط حتى يصل إلى الحد الأدنى، ويقوم قائما بذلك بإلغاء بعض الحركات الغير ضرورية لتحقيق العمل، وبالتالي حققت هذه اللي هي productivity حققت إنتاجية من خلال تخفيض الحركات، وبالتالي كان في إطار البحث عن أفضل الطرق من خلال تخفيض حركات معينة. الطريقة الثانية اعتمد على اللي هو الاهتمام بكفاءة العملية الإدارية efficiency بحيث انه فصل ما بين اللي هو التخطيط والتنظيم والممارسة والرقابة، فصل بين زي المستويات العليا والمستويات الدنيا، اعطى حقوق معينة زي التخطيط والتنظيم والممارسة والرقابة للموظفين في ليفلات إدارية معينة، وما على العامل إلا الطاعة والانصياع لهذه التعليمات والأوامر. كذلك قام بوضع مجموعة من المبادئ لضبط وتوجيه العمل في المنظمة. خلينا نطلع على هذه المبادئ. وبالتالي قبل الاطلاع على المبادئ، فريدريك تايلور اعتمد منهجيات معينة ومبادئ معينة لضمان الازدهار للموظف وصاحب العمل أو البرودكتيفيتي الإنتاجية وما إلى ذلك، من خلال دراسة أفضل طرق فنية لأداء العمل، طرق الأداء، وثانيا الاهتمام بكفاءة العملية الإدارية من خلال فصل الصلاحيات والسلطات وما إلى ذلك، وقام بوضع مجموعة من المبادئ نطلع عليها. نشوف المبدأ الأول من المبادئ اللي ركزت عليها الـ Scientific Management، ركز تحديدا هو إلى حد كبير على بيئة العمل، وكان له مساهمات في إرساء مبادئ في هذا المجال. ففي هذا الإطار عمل على اللي هو Develop View for Every Job Science، تطوير علم مرتبط في كل عمل، يعني أحل الطرق العلمية محل الطرق العشوائية في العمل، بماذا؟ مستخدما اللي هي زي ما أسلفنا الموشن الحركات، standardized work implement and proper working condition وظروف عمل معينة، اللي هو إحلال الطرق العلمية محل الطرق العشوائية من خلال اللي هو ضبط الحركة والكفاءة وما إلى ذلك، وأجواء عمل proper، أجواء عمل اللي هي مناسبة وما إلى ذلك. اثنين، carefully select worker، هنا نتكلم عن الاختيار والتعيين، الstaffing، الhiring، selection، توزيع المهام اللي هي الclassification وما إلى ذلك. هان قال إنه يجب اختيار العمال بناء
على يعني اختيار علمي للعامل وتدريبه على أساس علمي، يعني تختار الرجل المناسب في المكان المناسب. Carefully select worker with the right abilities for the job. النقطة الثالثة اللي هي تكلم في التدريب والتطوير، التدريب العلمي for the worker to do the job and give them the proper intensives. تكلم عن التدريب والحوافز to cooperate with the job science. يعني اتكلم اول شيء عن اخلال الطرق العلميه في العمل، ومن ثم اختيار ومن ثم اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب، وبعدين تدريب وتجهيز العاملين واعطائهم الحوافز الملائمه لتو كوبريت عشان يصير في انجيجمنت اندماج في العمل. Then finally طلب من الإدارة to support the worker by carefully planning their work and by smoothing the way as they go out of their job. طلب من الإدارة الإدارة أيضا أنها تقوم بدعم carefully planning their work اللي هو planning the task تخطيط الوظائف بعناية، دعم الموظفين وما إلى ذلك. وبالتالي خلينا نتكلم شوية باللغة العربية للإخوة اللي طلبوا الحديث باللغة العربية. ركز تايلور على أهمية الازدهار والإنتاجية من خلال مجموعة من العوامل، أولها إحلال اللي هي الطريقة العلمية محل الطرق العشوائية معتمدا على الحركة وأجواء العمل المناسبة وما إلى ذلك. اثنين تكلم عن الاختيار والتعيين ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل المناسب بالقدرات المناسبة لإنتاج مهام معينة. ثالثا تكلم عن التدريب الملائم والحوافز، أيضا الاختيار العلمي للعمال وتدريبهم على أساس علمي. كان يختار كاختيار الموظف بناء على طبيعة المهمة ودراسة إلى أي حد هذا العامل قادر على إنجاز هذه المهمة. وأعتقد أنه في العمليات المعقدة يمكن تقسيم وتبسيط المهام وكذلك تدريب العمال لتنفيذ هذه المهام، كما ركز على مستوى الإنتاجية وربط الحوافز والمكافآت بمستوى الإنتاجية اللي هي الانتنسيف، يعني الإنتاجية مربوطة بحوافز، فكلما فبعدد الوحدات المنتجة يكون الأجر، وزعم بأنه يستطيع أن يأتي بالعمل حتى في إجازاته وأعياده من خلال الحوافز وما إلى ذلك، معتقدا أن الحوافز المادية تحديدا تؤثر متجاهلا كل اللي هو السوشيال ريليشن والعلاقات الإنسانية والآثار النفسية وما إلى ذلك، معتقدا أن كل الحوافز المادية ستؤثر في سلوك العمال وبالتالي تزيد من إنتاجيتهم. ايضا اشاد بدعم اللي هو العمال بعنايه من قبل الاداره، تخطيط الوظائف والمهام وما الى ذلك. هذه كانت المبادئ اللي ارتكز عليها فريدريك تايلور في الساينتفك مانجمنت وما الى ذلك. ننتقل الان للمدرسه الثانيه بقياده الفرنسي هنري فريول، والمعروفه بنظريه تقسيم الاداره او الاداره العامه. ركز هنري فريول على خمس عناصر مهمه للاداره، رولز او دوتي او وات ايفر اللي هي احنا الان بنسميها يعني كان له اسم ملحوظ اللي هي احنا بنسميها الان المانجمنت فانكشنز، من تخطيط تنظيم اصدار اوامر وما الى ذلك تنسيق اند ضبط. فكان اللي هو الفانكشن الاول او المبدا اللي اعتمد عليه أو الوظيفة الأولى اللي هي الـ foresight to complete a plan for action of the future اللي هو التخطيط. قال إنه مسألة وضع وترتيب خطة الإجراءات الإدارية، وأنه لا يمكن لأي إدارة أن تنجح بدون إذا ما مارست هذه الوظائف أو مجموع هذه الوظائف معتمدة، وأن كل من هذه الوظائف يعتمد على الوظيفة الأخرى، فما لم تكن هناك خطة واضحة من الصعب نعمل measurement أو control للأداء الأفراد.
وبالتالي في الوظيفة الأولى to complete a plan of action for the future، تحديد خطة العمل، خطة المستقبل، تشتمل على تخطيط الموارد، تخطيط المهام وما إلى ذلك. النقطة الثانية والمهمة الorganization، التنظيم. تكلمنا احنا عن الوظائف هذه في المحاضرة الفاتحة، ورح نتكلم عنها بحساب في الفصول القادمة، رح نخصص فصل لكل وظيفة من هذه الوظائف. تكلمنا عن في التنظيم، قال يجب تنظيم، قلنا التنظيم في المحاضرة الفاتحة هي عبارة عن managing the resources of the organization، عملية تنظيم العناصر العمل، سواء كانت عناصر مادية أو عناصر بشرية، وكل ما يلزم للقيام بالعمل. وبالتالي وبعد التخطيط يتوجب على الإدارة التنظيم، to provide and mobilize resources to implement the plan، لتنفيذ الخطة، على الإدارة أنها تبدأ تعمل management or organization for the resources of whether financial or non-financial organization or resources or human resources and what. Then المبدأ اللي هو الثالث ال comment، إصدار الأوامر من خلال to lead to select and evaluate workers to get the best work toward the plan. كل ال function زي ما بتلاحظ إنه في النهاية بتأدي إلى البلان، لتحقيق اللي هي الخطة أو لبلان. الكوماند اللي هي إصدار الأوامر، إعطاء إشارة البدء والتنفيذ، تشتمل الكوماند supervising, leading, coaching or whatever. Then الخطوة الثالثة أو المرحلة أو الوظيفة الثالثة اللي هي الكوردينيشن، التنسيق. To fit diverse efforts together and to ensure information is shared and the problem solves. عشان تتأكد إنه الجهود كلها تصب في حل المشكلة أو تحقيق الأهداف. كل الجهود، تنسيق الجهود، توحيد وربط كافة أوجه العمل الإداري together، يعني عملية تنسيق بين الأفراد، بين الأفراد وبين الأشخاص وما إلى ذلك. Then finally to control، تكلمنا عن النقطة هذه، قلنا الكنترول اللي هي performance، غالبا performance measurement، تعمل measurement to make sure things happen according to a plan and to take necessary corrective action. تكلمنا عن النقطة هذه بإسهاب في المحاضرة اللي فاتت، قلنا في الكنترول بكون عندك اللي هي standard measures، measurement tool اللي هي قياس الأداء في أداء معين. تكلمنا في المبيعات تحديدا before، أو في الـ human resources بكون عندك measurement معين أو أداء معين مطلوب. وبالتالي عملية الكنترول بدك تتأكد إنه الشيء العمل يسير وفق الخطة، وفق الأداء المطلوب، حتى لو في أي misconceptual issue، أي miscorrective and correction issues، أي mistake، أي low performance issue، to go through corrective action اللي هي تصحيح للأداء وما إلى ذلك. فيول أيضا قدم إلى جانب الفانكشن اللي هي مستخدمة اليوم في غالبا كل المنظمات الإدارية وتعتبر مهمة جدا، يعني من الكونتريبيوشن اللي هي heavy contribution being conducted in such industry، قدم اللي هو 14 principles، 14 مبدأ إداري في المؤسسات. أخذنا احنا منها ثلاث مبادئ إدارية، وعرضنا بعض المبادئ الأخرى اللي ممكن ترجع لها. تكلمنا في المبدأ الأول Scalar Chain Principles، هذا بديل مع There should be a clear and unbroken line of communication، في اللي هو الاتصال داخل المنظمة، in between the management or the employees and so on. في نوعين من الاتصال، في up down وفي top to bottom and up to bottom and في down to up and bottom to up and whatever، يعني من الأسفل للأعلى ومن الأعلى للأسفل. الأسفل للأعلى المستويات التشغيلية تتواصل فيه مع الإدارة العليا وما إلى ذلك، والأعلى للأسفل القرارات والسياسات وما إلى ذلك اللي تنزل من الإدارة العليا إلى الإدارة الدنيا.
في المبدأ الثاني تكلمنا عن Unity of Command Principle، وحدة إصدار الأوامر. Each person should، اللي هي الكوماند، Unity of Command، وحدة إصدار الأوامر. Each person should receive orders from one boss، عشان to avoid the confusing issue، عشان نتجنب مشكلة اللي هي confusing وما إلى ذلك وتدخل السلطات. فبالتالي بوس واحد وقرار واحد وبروسس واحد. المبدأ الثالث the unity of direction، وحدة التوجيه. One person should be in charge of all activities that have the same performance objective. وحدة التوجيه أيضا مهمة جدا، والتخصص وما إلى ذلك. أردنا في السلايد اللي بعده بعض العناصر الأخرى اللي هي مهمة أيضا لطلبة الإدارة. تكلمنا عن في مبدأ في السلطة، في authority and responsibility، السلطات والمسؤوليات. division of work اللي هي مبدأ تقسيم العمل بحسب قدرة الأفراد. وقال التكافؤ، السلطة والمسؤولية وأهمية الانضباط داخل المؤسسة. unity of command, unity of direction, we did talk about that. والتدرج الرئاسي وكذلك ترتيب العمل، ومبدأ الإنصاف والمركزية أيضا، واستقرار العامل. فالتكليف مع العمل مهم لزيادة الإنتاجية. كل هذه العوامل والcentralization والإكويتي والأوردرز أند سو أون، كلها بتأثر كما أسلف على إنتاجية الموظفين، وقد تساعد في زيادة الإنتاجية. نتحدث الآن عن المدرسة الثالثة، وهي المدرسة الألمانية أو المدرسة البيروقراطية. البيروقراطية باي ذا واي اللي هي تعني تحديد سلطة المكتب. البيروقراطيك، بيروقراطيك أورجانيزيشن، يعني تحديد سلطة المكتب، يعني الهيكلية. الأمر الذي يعني تحديد الصلاحية كل فرد في التنظيم. كل فرد في الهيكل التنظيمي عنده صلاحيات معينة ضمن نظام هرمي، بحيث يتبع كل فرد رئيس واحد ويتبعه مرؤوسين. حددت سلطاتهم ومهامهم بدقة ضمن اللوائح والإجراءات. لوائح وإجراءات هيكل تنظيمي موحد، مدراء أفراد وما إلى ذلك. في لوائح وإجراءات تحكم عمل كل فرد وتحدد حدود السلطة والمسؤولية لكل شخص من الأشخاص. ميز فيبر في you try to refer to the book، ميز بين ثلاث أنواع من السلطة. في السلطة التقليدية، قال إن هذه السلطة مستمدة من الوضع الاجتماعي، يعني مثلا زي كرجال الدين عندنا لهم احترام معين ولهم سلطة معينة علينا. في السلطة المستمدة من القيادة والسحر الشخصية وتأثيرها على الناس. تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت لما تكلمنا عن القائد، قلنا في من هو، من يولد قائد ومن يصقل شخصيته بشخصية القائد ومؤثراته وما إلى ذلك. في أخيرا السلطة القانونية، هي لهذه اللي بنتحدث عنها والمستمدة من الدستور، وهي سلطة المكاتب والمستمدة من الهيكل التنظيمي. هذه المدرسة كان لها اللي هي functions معين أو characters معين زي ما تفضل الكاتب. فالأول أول اللي هي أول rules أو أول characters اللي هو clear division of labor، تقسيم واضح للعمل. So jobs are well defined and workers become highly skilled at performing them. يعني لما يكون تقسيم الوظائف، تحديد الوظائف سلفا، بصير العامل ماهر جدا في أدائها، ومن ثم بيتحسن أدائه. وبالتالي يجب بناء على هذه المدرسة يعني إنه يتم اللي هو تقسيم الواضح للعمل منذ البداية. الشغلة الثانية اللي هي وضوح للسلطة أو هرم السلطة within the organization. clear authority. authority and responsibility are well defined for each position and each position report to a higher level one. تسلسل هرمي واضح للسلطة يتم من خلاله تحديد السلطات والمسؤوليات بشكل جيد لكل منصب ولكل شخص within that organization. النقطة الثالثة اللي هي formal rules and the procedure.
Writing guidelines direct behavior and decision in jobs and writing files are key for historical record. تحديد وصياغة القواعد والإجراءات الرسمية المكتوبة أمر مهم جدا لتوجيه السلوك والقرارات وزيادة الإنتاجية. Impersonality اللي هي عدم التحيز. Whether and rules and the procedures should be fairly and firmly applied with no one receiving differential treatment. So عدم التحيز في تطبيق القواعد والإجراءات وأخيرا اختيار العمال وترقيتهم على أساس الجدارة ترقيتهم على أساس الجدارة على أساس الكفاءة وما إلى ذلك بدون تحيز. وبالتالي المدرسة البيروقراطية قامت على اللي هو التقسيم نادت بالتقسيم الواضح للعمل من خلال تقسيم الوظائف وتحديدها سلفا مما يجعل العمال ماهرين وقادرين جدا على أداء وتحسين الأداء. تدرج السلطة ووضوح السلطة وأهميته. بعدين الإجراءات والقواعد تحديد وصيغة إجراءات وقواعد رسمية ومن ثم عدم التحيز في تطبيق القواعد والإجراءات وأخيرا اختيار العمال وترقيتهم على أساس الجدارة والكفاءة بدون تحيز. هذا أساس ما قامت عليه هذه أساسات وما نادت ما قامت عليه المدرسة البيروقراطية أو المنهج البيروقراطي. غالبا واجهت المدرسة الكلاسيكية الكثير من المشاكل والعيوب الصراحة لأنها تجاهلت العوامل الإنسانية للموظف وتأثيرها في إنتاجيته وركزت على الحوافز والعامل والآلة وما إلى ذلك والحوافز المادية. ليس جميع الأشخاص محفزين بالعوامل المادية فليس الجميع محفز بالعوامل أو بالحوافز المادية. فمثلا لو أخذنا المدرس على سبيل المثال كما أجروا التجربة لم يتأثر كثيرا بالحوافز المادية وكان عنده حوافز أخرى كتحقيق الذات. أدت العوامل هذه كلها مجتمعة من تجاهل العوامل الإنسانية للموظف وتأثيرها أيضا في إنتاجيته ومساواة العامل بالآلة واعتماد الدوافع المادية كحافز للعاملين بالرغم من فشل التجارب اللي جرت على المدرسين زي ما أسلفنا إلى ظهور مدرسة جديدة هي الـ Behavior Science أو الـ Human Resource Approach. كل الدراسات هذه طبعا هي عبارة عن أو المدارس هي جزء أو ما هي إلا اللي هي عبارة عن تسمى اللي هي organizational behavior جزء من organizational behavior. هنا في عنا في السلايد العاشر في عنا اللي هو تاسك اختبار راح ننزله ايضا على اللي هو البند الاساينمنت الموجود على الصفحه راح ينزل هنا وموجود الان في الفيديو. فرجاء من الجميع عليه درجات طبعا منوط بدرجه فرجاء من الجميع اجابه هذا الاساينمنت وارساله على جروب الواتس الخاص بالطلبه. وهم في فيديو ممكن برضه بتكلم عن المدرسه الكلاسيكيه حاول تحضره. نهاية شكرا لجهودكم.